أهلا بكم من جديد. التقلب والتغيرات السريعة باتت من سمات السياسة الخارجية الأمريكية تحت الإدارة الحالية، وأصبح العالم يتلقى مواقف البيت الأبيض في قضايا مصيرية عبر تغريدات الرئيس على تويتر. فقد ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى احتمال انعقاد القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد أن قرر إلغائها في وقت سابق، وأشار إلى أن مشاورات تجري مع بيونغ يانغ في هذا الشأن. تقرير مراسلتنا في واشنطن ريما أبو حمدي. من رجل الصاروخ إلى مواجهة بالغضب والنار، إلى قمة ثم تراجع، والآن إمكانية عقد قمة. بين هذه التناقضات يحاول العالم فهم سياسة واشنطن بشأن كوريا الشمالية. منذ بدأ الرئيس الأمريكي ولايته يكتنف التذبذب حينا والتناقض حينا آخر مواقفه السياسية وخاصة الخارجية، ولا يتعلق هذا بملف شبه الجزيرة الكورية فحسب، بل ملفات خارجية أخرى. تناقض وتذبذب يقول مراقبون ينم عن غياب استراتيجية. غياب الاستراتيجيين والمخضرمين من السياسيين الأمريكيين في الإدارة الأمريكية يؤدي إلى عدم ثقة حلفاء أمريكا وأعداء أمريكا بما تقوله الإدارة الأمريكية. مثلا لو نظرنا إلى موضوع الملف النووي الإيراني، خرج الرئيس الأمريكي من الملف النووي الإيراني بدون إعطاء أي بديل، خرج من اتفاقية المناخ بدون إعطاء أي بديل. يربك هذا السياسيين في واشنطن والقادة حول العالم، وبدل أن يكون هناك موقف واضح من الولايات المتحدة يستطيع الحلفاء الدفاع عنه، تتغير المواقف تبعا لتغير تصريحات الرئيس، يضعف هذا الموقف الأمريكي حول العالم. حقيقة الموقف الأمريكي والسياسة الأمريكية الحالية تؤدي إلى أو تعطي مؤشرات متضاربة بشكل مستمر، وهذا ما هز في مكانة الولايات المتحدة كقائد للعالم. وأعتقد أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل لفترة طويلة فإن العالم دائما وبشكل طبيعي يخلق قيادة جديدة له، ولا يقبل القيادة التي تقوده إلى الفوضى وعدم الاستقرار. ويبدو هذا جليا. خسر ترامب بسبب التخبط في السياسات حلفاء أساسيين لواشنطن، فأعلنوا معارضتهم لانسحابه من اتفاق إيران النووي، وانتقدوا خطوته بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. أما في كوريا الشمالية فلا يعرفون إلى ماذا ستؤول الجهود، أم أنها ستضيع سدى. أما موقف الإدارة الأمريكية من سوريا فالغموض ولا شيء غيره، ليبقى العالم في حالة ترقب دائم لخطوات ترامب المقبلة. لا يغير هذا واقع الحال، ولا يبدو أن سياسات واشنطن ستكون واضحة في أي من الملفات. يقول البعض إن ترامب يفي بوعوده في السياسة الخارجية، بينما يقول آخرون إن السياسات التي انتهجها حتى الآن أدت إلى نزع الثقة من الولايات المتحدة وتقويض قدرتها على التأثير. ريما بحمدية، التلفزيون العربي، واشنطن. حول الموضوع انضم إلينا من واشنطن السفير آدم إيرلي الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية. سيد آدم، مرحبا بك على التلفزيون العربي. بداية، يعني قبل أن تهضم واشنطن ساسة وإعلاما ربما مفاجأة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء قمة سنغافورة، عاد ترامب ليعاكسها بنغمة جديدة. كيف يمكن أو إلى ماذا يمكن أن نعزو هذا التقلب في المواقف لدى الرئيس الأمريكي؟ هذا سؤال جيد. لقد تعلمنا دروسا عدة أن هذه المحادثات غير عادية. الأمر الآخر أن هذا الأمر يجري على العلن، وهذا يصعب الأمر بطبيعة الحال. الرئيس ترامب يفاوض علنا ويستعمل مواقع التواصل لإرسال رسائل وتبيان مواقف، وهذا ليس دقيقا. الأمر الآخر أن الرئيس ترامب يأخذ المسألة بشكل شخصي، وهذا ليس غير معهود من ترامب، لأنه بالنسبة لرئيس ترامب الأمر يتعلق به لذاته. هو ألغى القمة بشكل مضطرب لأنه اعتقد أنه سيتعرض للإحراج، ولكنه لاحقا
قال أن هذا اللقاء يمكن أن يعقد، ولذا فأنا أعتقد أن علينا أن نفهم أن الرئيس ترامب يستغل حضوره الشخصي في محاولة لدفع هذه المحادثات المفترضة قدما، ولسوء الحظ الكل يركز على الرئيس ترامب، وهو يستعمل هذا التركيز لترهيب كوريا الشمالية وترغيبها في القمة المرتقبة. وماذا سيد آدم، ماذا عن موقف الكونغرس من هذا التحول المفاجئ للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه ملف خطير مثل السلاح النووي الكوري؟ هذا التحول الذي صار كما يوصف ربما لعبة القفز على الحبال كما يقال. الكونغرس لا يلعب دورا كبيرا في هذه المحادثات. ربما سيكون للكونغرس دور إذا ما تم التوصل لاتفاق، ويمكن لنواب المجلس أن يستعملوا صلاحياتهم تحديدا في مسألة الميزانية للتأثير على السياسة الخارجية، ولكن المفاوضات هي مسؤولية مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية والرئيس بطبيعة الحال. وعلينا أن نتذكر أن هذه المحادثات إذا ما انطلقت فستكون طويلة وشاقة، ويجب أن نكون جاهزين لجولة طويلة ومعقدة من المحادثات. إدارة ترامب لديها الصبر والتركيز مع كوريا الشمالية الذين هم بدورهم منظمون ولديهم فكرة جلية وواضحة، وأنا لا أعتقد أن إدارة ترامب تملك النفس الطويل أو الانضباط أو الوعي اللازم حول هذه المسألة. طيب، اليوم سيد آدم الرئيس الأمريكي وفي تسويغه لاستدارته الجديدة قال إن العملية لعبة بالنسبة للطرفين سواء لواشنطن أو بيونغ يانغ، ولكن السؤال هنا هل يجوز اللعب في الموضوع النووي بالذات؟ Well, that's another good question. But look, أيضا Trump is a businessman, right? الرئيس ترامب رجل أعمال وهو تعود على عقد صفقات، وفي صفقاته فهو يستعمل مزيج من المديح والتهديد والترهيب، وأيضا استعمال المحامين والإعلام. ولكن كما أشرت نحن نتحدث، لا نتحدث هنا عن صفقة عقارية، نحن نتحدث عن نظام قتل الآلاف من شعبه، ونحن نتحدث أيضا عن الصين وكوريا الجنوبية المنخرطين أكثر من الولايات المتحدة. الأمر أكبر من مجرد صفقة. إذا اعتقد الرئيس دونالد ترامب أن بإمكانه العمل مع دول العالم وقادة شرسين مثل الزعيم الكوري الشمالي، مثل ما كان يتعامل مع المصرفيين وأصحاب العقارات، فإنه سيتفاجأ بالفعل. من واشنطن السفير آدم إيرلي الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.